بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد خلاص الفترة القادمة كل بيستعد للأجندة الدولية مع قرب موعد كأس العالم قطر 2022، وبالتالي الفترة الجاية في راحة وفي استعدادات للموسم والمرحلة القادمة بإذن الله. لكن في برنامج الترند أسئلتنا الفترة الجاية بإذن الله هتكون أسئلة متعلقة بالأمور التاريخية المتعلقة بمشوار فريق الكرة سواء في البطولات الإفريقية أو البطولات المحلية. بالإضافة لده حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، وهنستعرض بعض الأمور اللي عملت بلبلة شوية في السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وسؤال حلقة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هنبدأ بالجزء التاريخي بقى ونوثق الأمور التاريخية مع جمهورنا العزيز. كم مرة فاز الأهلي على الزمالك في دوري أبطال إفريقيا؟ ورأيكم إيه هي أفضل مباراة بالنسبة للأهلوية قدام فريق الزمالك؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم في رأيكم أفضل مباراة والأهلي لعب الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كم مرة وكسب كم مرة من عدد مرات المواجهات في الفترة الأخيرة. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، أجازة قصيرة لكولر في سويسرا. وفي الترند المحلي، الإجهاد يبعد ياسر إبراهيم عن معسكر المنتخب. وفي الترند العالمي، رابطة الدوري الإنجليزي تحدد موعد الموسم الجديد. حالة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم فيها كواليس مهمة جدا، ولكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف أهم الأخبار والكواليس اللي معانا في فقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. دايما أنتم متعودين معانا في الفقرة دي بنعرض أمور جديدة ما حدش يتكلم فيها قبل كده، وبتبقى فيها كواليس وأخبار حصرية ومعلومات أعتقد الحمد لله بتفيد المشاهدين خلال الفترات السابقة أو حتى القادمة بإذن الله. الموضوع اللي معايا النهاردة موضوع متعلق باحتساب التسلل في تقنية الفيديو الفي آر. والفترة الأخيرة تحديدا عقب مباراة الداخلية والأهلي بعد احتساب هدف كريم فؤاد تسلل، ناس كتيرة طلعت اتكلمت عليه وعلقت عليه، رغم ان الأهلي الحمد لله واخد الثلاث نقاط وعامل أداء مميز جدا وكسبان بفارق وسكور وعامل مباراة ولا أروع ولا أجمل من كده. لكن أنا ركزت في التفاصيل واتكلمت مع عدد من خبراء التحكيم في مسألة احتساب التسلل من خلال تقنية الفي آر، وإزاي أقدر أحسب التسلل ده اللي طلعت نتيجته من خلال غرفة التقنية سليم ولا مش سليم، لأن أنا ما زلت عندي اهتمام باللعبة الشهيرة اللي حدثت في مباراة الأهلي وفاركو الموسم الماضي. وأعتقد الدور اللي قام بيه مارك كلاتنبرج في يعني إذاعة الأحاديث أو الاتصال ما بين حكم تقنية الفار مع حكم الساحة، أنا مستني أعرف التسلل بيتحسب إزاي. يعني خلال الأسابيع الماضية كان بتتعرض حالات كتيرة، لكن لأول مرة تم شرح تقنية التسلل بيتم شرحها إزاي من خلال تقنية الفي آر. على فكرة أيا كان الكورة هدف أو مش هدف دي هتكلم عليها في باقي التفاصيل اللي هنستعرضها مع حضراتكم، ولكن أنا عايز أروح في البداية ليه أول حاجة معايا، لأن النهاردة هنستعرض فيديو والصور مهمة جدا هتوضح لنا تقنية التسلل بتتحسب إزاي. بالإضافة لده هدي كذا مثال لتقنية التسلل، لما النقط بتتحط صح النتيجة بتطلع إزاي، ولما النقط بتتحط غلط النتيجة بتطلع إزاي. بس تعالوا مع بعض نسمع مع بعض أول حاجة فيديو مباراة الداخلية والأهلي ومارك كلاتنبرج طلع وشرح إيه اللي حصل. تعالوا نسمع ونشوف، وبعد كده عندي تعليق مهم جدا. على ايه؟ تسلل؟ ترينجريشن؟ اه بشيك على التسلل، تشيك اوف سايد. ايه؟ لا ترينجريشن. بشيك على التسلل. تمام؟ ايه ده بس؟ كتف المهاجم، تمام؟ كتف المهاجم، اطلع فوق، اطلع فوق، بس كده كتف المهاجم، تمام؟ ورجل المدافع ده. انزل. فوق سنة بس. في ماشي ايوه مين سيرز
الاحمر سابق. امين اوف سايد. ايه اوف سايد رميد اوبي اوف سايد امين. طب تمام، شفتوا حضراتكم الشرح اللي حصل في تقنيه الفي ار بخصوص شرح تقنيه التسلل. اولا عايز اقول لكم معلومه ما حدش قالها قبل كده ولا حتى الخبراء التحكيم اتكلموا فيها قبل كده. تقنيه التسلل اللي موجوده في غرفه الفي ار دي من اول التقنيات اللي بدات في احتساب التسلل في غرفه الفي ار، وبعد كده نزل تحديث على 7 برامج على تقنيه التسلل، فبالتالي دي تقنيه قديمه جدا قديمه جدا. حصل 7 تحديثات على التقنيه، في امور احدث من كده توريك الخط الازرق والخط الاحمر. بالاضافه لده في الجزئيه دي لما عمرو الشناوي حكم الفي ار شرح لامين عمر قال له تسلل، فكان امين عمر عايز يعرف التسلل على مين، يعني التسلل على مين. ولكن ما علينا، اروح مع بعض دلوقتي للصور لان الصور كمان كشفت نقاط مهمه جدا. نبدا مع بعض ونشوف الصور اللي هتوضح لنا اجراءات مهمه جدا خاصه بتقنيه التسلل. اولا فكرة الخط الأحمر سابق الخط الأزرق، يمكن أنا مش شايفها في اللعبة أو في الصورة، لأن خدوا بالكم مش مهم جدا وأنا بشرح معاكم هنا. الخط ده لازم تبقى الصورة مجردة، يعني بالعين المجردة تقدر تشوفها الخط الأحمر سابق وقريب من خط المرمى، يعني عشان تقول إن الكرة دي تسلل لازم الخط الأحمر يكون قريب من خط المرمى. هو لما قال في الفيديو الأحمر سابق الناس توقعت إن هو يقصد اللاعب الداخلية، لا هو ما يقصدش لعيبة الداخلية، هو يقصد الخط الأحمر سابق إلى خط المرمى، ولكن بالصورة اللي قدامنا أنا شايف الأحمر على الأزرق، فبالتالي أنا شايف النتيجة هنا مش تسلل، أنا شايفها جون، ولكن هو قال إن الأحمر سابق فبالتالي شايف الخط الأحمر سابق، لكن عمومًا لما حط النقاط صح وخد حط نقطة على رجل لاعب الداخلية محمد نجيب وراح على أعلى نقطة واللي هي قريبة من خط المرمى كتف كريم فؤاد، طلعت الخطوط زي ما أنتم شايفين هنا. طيب دي نقطة. طب نروح للصورة التانية، دي مباراة الزمالك وبيراميدز الموسم الماضي، لما اتحطت النقط صح بصوا الخط نزل ازاي. هنا في آخر نقطة ما بين كتف لعيب بيراميدز وكتف لعيب نادي الزمالك، وبالتالي طلع التسلل زي ما انتم شايفين الخط الأزرق قريب من خط المرمى، فأصبحت الكورة جون وما كانش فيها أي شبهة تسلل. بس شوفوا الخطوط مرسومة ازاي، مهم جدا وأنا بشرح الجزئية دي. لو النقط اتحطت صح الخط بيطلع زي ما انتم شايفين كده في اخر نقطه من اللاعب سواء اللي بيهاجم او اللاعب المدافع، وبيطلع خطين احمر وازرق بشكل متوازي. طب نروح لصوره تانية، دي مباراه الاهلي وطلائع الجيش نهايه الموسم الماضي، برضو شوف النقط لما اتحطت صح الخط نازل ازاي، رايح عند اخر نقطه بالنسبه لمهاجم الاهلي او مدافع الاهلي ومهاجم الداخليه، وبالتالي الخط طلع بالشكل ده، فقدامكم الصورة التسلل طالعه بشكل سليم. معنى كده ان النقط لما بتتحط صح الخط بيطلع في اخر نقطه من اللعب. طيب نروح بقى للعبه الشهيره الموسم الماضي اللي اخيرا فيديو الفي ار في مباراه الاهلي والداخليه كشف حقيقه هذا او هذه الصوره، ان الصوره اللي طلعت على الشاشه في مباراه الاهلي وفاركو اثبتت ان محمود عاشور حط النقط غلط، وبالتالي تقنيه التسلل طلعت غلط وادى قرار غلط لاحمد الغندور. ايه الاثبات؟ بصوا على الخط جاي فين، الخط قاطع ما بين اللعيبه مش رايح في اخر نقطه، يعني اخر نقطه هنا لمدافع فاركو ايده او كتفه، نفس الفكره عند بيرسي تاو برضو هنا او الكوره نفس الفكره. بصوا المفروض تبقى النقطه هنا، النقطه في الجزئيه اللي دي اللي هي علامه اللي هي اللي عملت عليها علامه الدائره دي، المفروض تبقى النقطه عندها. طيب هو لما حط النقط غلط الخط طلع فين؟ بدل ما يطلع هنا لا طلع هنا، طلع ورا. بصوا يا جماعه الخط طلع فين؟ طلع في وسط جسم اللاعب، هنا اهو بالظبط، طلع في وسط جسم اللاعب هنا بالظبط. بصوا الدايره فين؟ واخده جسم اللاعب في النص. طيب لو غير النقط حطها صح كانت الدايره لازم تبقى هنا، النقطه تبقى هنا والخط يبقى هنا، يبقى الخط ماشي كده بدل ما يبقى الخط ماشي كده. وبالتالي الفار هنا لما اتعملت في مباراة الأهلي وفاركو ومباراة الداخلية والأهلي والشرح اللي طلع لكل السادة المشاهدين كشف إن النقط دي اتحطت غلط، فبالتالي زي ما أنتم شايفين الخط اتعمل في وسط جسم لاعب الأهلي وفي وسط جسم لاعب الداخلية، وبالتالي النقط اتحطت غلط وبالتالي الخطوط طلعت غلط.
وبالتالي هنا مباراة الأهلي وفاركو أعتقد الفيديو والخطوط اللي شرحها عمرو الشناوي في مباراة الداخلية والأهلي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إن الشغل اللي عمله محمود عاشور في مباراة فاركو الأهلي كان غلط. طب أديكم مثال أخير وصورة أخيرة تثبت لكم المقارنة. دي مباراة الأهلي وفاركو، بص الخط فين، وبص هنا على مباراة الأهلي والداخلية بص الخط فين. أعتقد الأمور بقت واضحة جدا، طالما الخط على آخر نقطة للاعب تبقى النقطة اتحطت صح، ولكن الخط لو دخل في جسم اللاعب بالشكل ده تبقى النقطة اتحطت غلط، وبالتالي أعتقد تقنية الفار أثبتت بما لا يدع مجال للشك. والطريقة اللي شرح بيها كلاتنبرج اللي حصل إن مباراة الأهلي وفاركو محمود عاشور أخطأ خطأ جسيم في هذه المباراة، وبالتالي كان للأهلي الحق في الفوز في هذا اللقاء. مباراة الداخلية والأهلي فكرة بقى إن الخط الأزرق أو الخط الأحمر هو اللي سابق، أنا عن نفسي أنا مش شايفها بصراحة، أنا شايف الأحمر والأزرق على خط واحد، فأنا شايفها هدف، ولكن الإجراءات اللي تمت من عمرو الشناوي في شرح تكوين التسلل كانت إجراءات سليمة بنسبة 1000000%، ومارك كلاتنبرج اتفق مع الإجراءات، وبالتالي هو شايف النتيجة في النهاية حسب الجهاز إن هو طلع له تسلل، لكن أنا مش شايف الأحمر سابق الأزرق، أنا شايف الاتنين على خط واحد، دي العين المجردة بتقول كده، والأيفاب لما شرح موضوع التقنية قال لك إيه؟ قال لك أنت بتحسب التسلل بالعين المجردة، يعني أنت بتحط النقط على الجهاز وفي النهاية الجهاز بيديك النتيجة، فالخطوط اللي طلعت دي نتيجة الجهاز، بس لو حطيت النقط صح النتيجة هتطلع صح، حطيت النقط غلط الخطوط هتطلع غلط، بس هو حط النقط صح في مباراة الأهلي والداخلية، لكن الخطوط أنا شايف الأحمر فوق الأزرق، فأنا شايف مفيش خط أحمر قريب من خط المرمى، فبالتالي الكورة هدف، هو احتسبها تسلل أو شاف إن هي تسلل خلاص مفيش مشكلة، لكن مارك كلاتنبرج شرح النقاط اللي حطها عمرو الشناوي، وفي النهاية الشرح اللي احنا وضحناه لحضراتكم من غير بقى ما يطلع الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو، أعتقد الأمور كده بقت واضحة لحضراتكم إيه اللي حصل في مباراة الأهلي وفاركو، وإزاي محمود عاشور أخطأ خطأ جسيم، وإزاي مارك كلاتنبرج لما شرح تقنية التسلل بالشكل ده شفنا الخطوط طلعت بالشكل السليم. أتمنى بقى في رسالة أخيرة لاتحاد الكورة، في فترة توقف حوالي أسبوعين، لما نرجع من التوقف أتمنى تقنية التسلل في غرف الفار أو في عربيات الفي آر تتغير، لأن المعلومات اللي عندي إن في 7 تحديثات على برامج التسلل نزلت في تقنية التسلل، فبالتالي ما ينفعش الدوري المصري بما له من إمكانيات وبيتصرف عليه مليارات نفضل شغالين بتقنية قديمة تم تحديثها على مدار 3 سنين أكتر من 7 مرات. أخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام مهم جدا عن الأهلي وأخبار الأهلي بالنسبة للمرحلة اللي جاية. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن النهارده عندنا خبر جميل جدا بالنسبه لنجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني محمد مجدي قفشه. النهارده ربنا رزقه بمولود جديد، ولد سماه مالك، طبعا نتمنى له يا رب باذن الله يكون ذريه صالحه، وقدامكم صوره اهي لقفشه من غرفه العمليات وامام غرفه طبعا الولاده ومعاه ابنه، ربنا يبارك له فيه يا رب. و مالك محمد مجدي قفشه مولود جديد، وباذن الله يكون يعني نجم جديد خير خلف لنجم القضيه ممكن محمد مجدي قفشه، وربنا يبارك لك فيه يا محمد باذن الله، ويكون ولد صالح باذن الله الفتره اللي جايه، ويطلع بقى لعيب كوره دكتور مهندس على حسب بقى ما نشوف الفتره اللي جايه باذن الله، ربنا يديله طول العمر ويشوف ابنه في افضل حال باذن الله. طيب قبل ما اخش الاخبار الاهلي عندي جزئيه مهمه جدا برضو عايز اتكلم فيها، وهي لفتت انتباهي في ال 48 ساعة اللي فاتت. الفترة اللي فاتت وقبل إجراء مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا، القرعة إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي يوم 16 نوفمبر الساعة 2 بتوقيت القاهرة، هتتعمل في مقر الكاف هنا في القاهرة إن شاء الله. البعض كده طلع قال لك إيه وغنى وقال لك أنا مستنيك والأهلي يكون معايا في المجموعة، وكأن مثلا التاريخ بيقول إن الأهلي لما بيلاعب الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كل النتائج بتبقى في صالح الزمالك. معرفش هي مسألة تحفيل وهي مسألة ترند، ولا في ناس عايزة دايما تبقى بحط اهتمام على السوشيال ميديا. النهارده احنا حطينا سؤال، الاهلي والزمالك واجهوا بعض كم مره في دوري ابطال افريقيا والاهلي فاز كم مره؟ هتشوف النهارده النتيجه نتيجه ساحقه، يعني التاريخ بيقول النتيجه ساحقه، وبالمناسبه في كل المناسبات اللي الاهلي واجه فيها الزمالك في دوري ابطال افريقيا وفاز عليه حتى لو تعادل معاه في النهايه الاهلي فاز بالبطوله، يعني الزمالك وشه حلو على الاهلي في دوري ابطال افريقيا، التاريخ بيقول كده، يعني ده مش وجهه نظري ولا بقول توقع، ده انا بقول لك معلومه، التاريخ بيقول ان الزمالك وشه حلو على الاهلي في دوري ابطال افريقيا، لما بيكون معاه في المجموعه، لما بقابله في السيمي فاينل، لما بيكون معاه في الادوار النهائيه بكسبه وبفوز بالبطوله في النهايه. طيب دي جزئيه، الجزئيه الثانيه
لما الاهلي فاز بالدوري 7 مرات اتقال لك الدوري المصري اضعف دوري في التاريخ، او اتقال لك ان الدوري المصري اضعف دوري على وجه الكره الارضيه. ليه يا عم؟ قال لك اصل مسابقه ما فيهاش منافسه، مسابقه ضعيفه وبلا منافسه وبلا اهتمام، وايه فكره ان فرقه تكسب البطوله 7 سنوات ورا بعض؟ طيب لما المنافس كسب البطوله 2 ورا بعض، البطوله الاكبر والاعظم والاقوى في التاريخ، وانا معايا 2 دوري، ماشي دول 2 من 7، بس لما اكسب انا 7 هي البطوله الاضعف. طب بلاش دي، روح على السوبر. لما كسبت السوبر قال لك بطوله شرفيه. لا حول الله يا رب، ما انت لما كسبت 2 سوبر منهم سوبر مش على الخريطه ملوش معنى، قال لك انا كسبت 2 سوبر وكده اتعشت. ما هو يا السوبر بطوله وحلوه وكويسه وكل حاجه، يا اما بطوله ملهاش اي لازمه. لكن في البدايه لما الاهلي يكسب بطوله، بطوله شرفيه. لما الاهلي يخسر البطوله، انا كسبت السوبر وكده اتعشت. بلاش السوبر، خش على المسابقات الافريقيه. كسب الكونفدراليه فقال لك ايه؟ الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال. يا عم اكسب انت بس دوري الابطال، يقول لك لا الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال، ورغم ان دوري ابطال افريقيا دي اهم بطوله، وزي ما بيطلقوا عليها في الاتحاد الافريقي هي الاميره السمراء، اقوى بطوله في بطولات الاتحاد الافريقي، انا كسبتها 10 مرات. طب بالنسبه للكونفدراليه، ما انا كسبتها قبل كده برضه، ده انا كسبت الكونفدراليه قبلك. لكن هي الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال، ولما اكسب دوري الابطال يقول لك البطولات الافريقيه ضعيفه، ده الدوري اقوى من دوري ابطال افريقيا. انا احتارت معاك، انا بقيت محتار مش عارف يعني ارد فين واجي لك منين وتروح فين، يعني ايه ازاي؟ لا ده اعلام ولا دي ماده تتقدم للناس، ولا ينفع اقارن بطوله ببطوله، ولا ينفع نسفه من فكره الدوري ضعيف ولا المسابقه دي ضعيفه ولا المسابقه دي قويه. كونك انك كسبت بطوله هي بطوله قويه وحاربت واشتغلت عليها وكسبتها، الف مبروك. ولكن ما تحطش تاريخك جنب تاريخي لان الفرق كبير قوي، فبلاش مقارنات عشان الاحراج ما يبقاش مش كويس. طيب نروح لاخبار الاهلي. النهارده الفريق اختتم تدريباته وخلاص، الفتره اللي جايه هيكون فيه اجازه حوالي 5 ايام. النهارده قدامكم على الشاشه دي جزء من تدريبات النادي الاهلي الصباحيه، والنهارده خلاص ده اخر تدريب النهارده، لان خلال ال5 ايام اللي جايه هيكون في راحه سلبيه للاعبين بدءا من الغد الاربعاء. قدامكم على الشاشه جزء اهو من التدريبات، حسين الشحات وعدد من اللاعبين، قدامنا كمان يعني محمد مغربي، محمد فخري، كمان بيرسيتاو، اليو ديانج، يعني اليو ديانج كمان دخل في التدريبات الجماعيه. لكن بنتكلم على الاجازه، شادي حسين كمان اهو موجود. 5 ايام اجازه، يعني ايه؟ بنتكلم في الاربع والخميس والجمعه والسبت والحد، والفريق يرجع للتدريبات بدءا من يوم الاثنين القادم ان شاء الله. طيب كولر كمان بيغادر القاهره متوجها الى سويسرا في اجازه قصيره، فرصة كويسة الراجل من ساعة ما جه، يعني مش عايز اقول لكم شهرين طحن ماتشات افريقية ومحلية وبطولة سوبر، فالحمد لله كانت مرحلة أولى ناجحة بنسبة 100%. النهاردة إن شاء الله العصر أو خلاص منذ لحظات يعني غادر مارسيل كولر والجهاز المعاول ليه إلى سويسرا لقضاء فترة الأجازة مع أسرهم، وإن شاء الله هيعودوا إلى القاهرة لاستئناف التدريبات يوم الاثنين القادم. طيب النهاردة كان في غياب لمحمود كهربا وعلي لطفي، وقدامنا كمان اهو يمكن حسين الشحات ورامي ربيعه شاركوا النهارده الحمد لله في المران الجماعي. كابتن سيد النهارده اتكلم على ان الثنائي كهربا وعلي لطفي غاب عن المشاركه في التدريبات الجماعيه بسبب اصابتهما بنزله برد. يعني الفتره الحاليه زي ما انتم شايفين في اصابات بنزلات برد كتيره جدا. بالمناسبه يعني حتى في دوري ابطال افريقيا للسيدات في غيابات كتيره برده بسبب موضوع نزلات البرد. يمكن هم خضعوا لفحوصات طبيه ودكتور احمد ابو عبل قال يعني الحمد لله حالتهم مطمئنه، وخلال الايام القادمه باذن الله لما الفريق يستأنف تدريباته بنسبه كبيره هيكونوا موجودين. وكمان الف مليون سلامه على الكابتن سامي قمصان، كان برضه غاب عن التدريبات الجماعيه بسبب نفس الموضوع ونزله برد، يمكن برضه كان غاب صافيو قبل كده والنهارده انتظم في التدريبات الجماعيه. رامي ربيعه وعمرو السوليه شاركوا في التدريبات الجماعيه، يمكن رامي كان بيشتكي من الام في عضلات البطن، كان في شد كده في عضلات البطن، لكن الحمد لله يمكن تعافى واصبح سليم، والنهارده انتظم في التدريبات البدنيه والجماعيه لفريق النادي الاهلي. دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق قال ان ربيعه الحمد لله شارك بشكل كويس، وقال كمان ان السوليه يعني الحمد لله خف من اصابه العضله الاماميه، كان اشتكى منها في الفتره السابقه لكن يمكن خضع لبرنامج تاهيلي واصبح جاهز، وقدامكم في المران الحمد لله الاثنين موجودين بشكل كويس جدا مفيش اي مشاكل. برونو سافيو يمكن كان برضه عنده الام كده وشعر بنزله برد الفتره الاخيره، لكن الحمد لله شفي منها تماما، والنهارده انتظم في التدريبات،
ولكن الفتره اللي فاتت كان بيتمرن في الجيم، كان في تدريبات كده في الجيم لغايه ما يبدا يجهز وينزل في التدريبات الجماعيه. بصوا يا جماعه، يعني ان شاء الله باذن الله قبل يوم الاثنين هتكون الصفوف مكتمله فيما عدا محمود متولي اللي اصيب مع منتخبنا الوطني في بدايه التدريبات بشد في العضله الخلفيه، ودي بتطرح سؤال كبير جدا، فرق البرامج التدريبيه ما بين الاهلي والمنتخب. اعتقد المنتخب لازم يعرف تدريبات الاهلي والمراحل البدنيه للتدريبات البدنيه للعيبه، عشان لما ينضم اللاعب للمنتخب لازم يكون وفق برنامج معين، ما ينزلش يخش في المطحنه كده من غير ما يشوف برنامجه التدريبي مع النادي كان عامل ازاي. وياسر ابراهيم شعر باجهاد، فبالتالي مش هيكون موجود كمان في تدريبات المنتخب. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف بقى السوشيال ميديا اللي اتكتب على الاهلي في الساعات الاخيره من خلال ترند الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، ونشوف مع بعض المحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا بخصوص ترند الاهلي. اول حاجه معايا الحساب الرسمي للنادي الاهلي على الفيسبوك، واللي احتفلوا بعيد ميلاد سعيد لنجم كبير اكرم توفيق. عيد ميلاد سعيد مفاسة، كل سنه وانت طيب يا اكرم. طب ايه موضوع مفاسة؟ نروح لكره 11 وحساب كره 11 على الفيسبوك. مفاسة الاهلي كما لقبه مدربه السابق بيتسو موسيماني، بنحتفل اليوم بنجم المارد الاحمر اكرم توفيق بعيد ميلاده ال 25، حيث توج بالعديد من الالقاب داخل القلعه الحمراء وحصوله على لقب كاس الامم الافريقيه تحت 23 عاما مع المنتخب الاولمبي ومشاركته في اولمبياد طوكيو. اكرم توفيق لعب 162 مباراه، احرز 5 اهداف، فاز مع الاهلي باثنين دوري، 2 كاس مصر، 1 سوبر مصري، 1 دوري ابطال افريقي، 1 كاس سوبر افريقي، برونزيه كاس عالم انديه، وعمل 9 اسيست واحرز 8 القاب مع النادي الاهلي. كلمه مفاسة كلنا عارفين طبعا الفيلم الكرتوني الشهير الاسد الملك، فكرتون شهير جدا وفيلم الكل بيعشقه سواء الاطفال او حتى الكبار، وكرتون معروف جدا في القاره الافريقيه. بيتسو موسيماني بما انه مدرب جنوب افريقي وشايف الحماس والقوه اللي عند اكرم توفيق فسماه باسم الاسد الصغير اللي كبر وبقى اسد الملك مفاسة، فبالتالي الاسم ده ارتبط باكرم توفيق خلال الفتره الاخيره. كل سنه وانت طيب يا اكرم، ودايما يا رب ربنا يحفظك ويحميك. حساب بطولات، والحساب الرسمي البطولات على تويتر، مصدر بالاهلي البطولات: سامي قمصان تغيب عن مران الاهلي ايام الاحد والاثنين والثلاثاء بسبب اصابته بنزله برد شديده. طبيب الاهلي دكتور احمد ابو عبله قرر تعقيم غرفه خلع الملابس لاعبي الفريق بسبب انتشار الاصابه بنزله برد. خلاص فكره بقى للفتره الحاليه موضوع الكورونا، الحمد لله يمكن اجراءات الكورونا تم تخفيفها في امور كثيره جدا سواء بطولات او حتى المطارات والرحلات الخارجيه. فدلوقتي اي نزله برد بيبقى يعني البروتوكول بسيط والامر بسيط، لكن بالتاكيد فكره التعقيم ده مهم جدا عشان الامر ما ينتشرش وما تكونش فيه نزلات برد عديده داخل صفوف الفريق، وان شاء الله بعد عوده الفريق من الاجازه هتبقى الامور افضل باذن الله. نروح لحساب الوطن سبورت، وبيتكلموا على 8 لاعبين من الاهلي بقائمه منتخب مصر. بالمناسبه كورر قرر ان في تقرير يترفع ليه اول ما يرجع خاص باللاعبين الدوليين اللي انضموا لمنتخبات بلادهم خلال الاجنده الدوليه. طبعا اول قرار من كولر بعد اصابه محمود متولي ان يكون في تقرير مفصل عن حاله اللاعبين. في 7 لاعيبه من الاهلي موجودين في منتخب مصر بعد اصابه محمود متولي، كانوا 8 طبعا. في 5 في المنتخب الاولمبي تم الاعلان عنهم النهارده من ميكالي المدير الفني البرازيلي، فبالتالي بنتكلم على 12 لاعب في المنتخبات الوطنيه، بالاضافه ان علي معلول موجود مع منتخب تونس ومش هيرجع دلوقتي، نكمل بقى مع تونس عشان عنده كاس عالم، نتمنى له التوفيق. وكل ما بيكون مع تونس يوم زياده الاهلي بياخد 10,000 دولار على كل يوم بيشارك فيه علي معلول مع منتخب تونس في منافسات كاس العالم خلال الفتره اللي جايه. يا رب كده يوصل للفاينل، كل عوز رب الفلك يعني يوصل معاهم لغايه 18 ديسمبر. شوف بقى وجود معلول مع تونس لغايه 18 ديسمبر يعني هيبقى الرقم المالي اللي ممكن يدخل خزينه الاهلي يبقى كام، فربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله مع منتخب تونس. كوره بلس بيتكلموا على المركز اللي طلب كولر دعمه في يناير، مستعجلين قوي الزملاء في كوره بلس وبيتكلموا على التدعيمات من دلوقتي. احنا لسه 8 نوفمبر يعني نتكلم بعد شهرين فتره الانتقالات الشتويه في يناير، فيعني لسه في ماتشات كتيره، ممكن الراجل يكون عايز مثلا تدعيم في راس حربه في مركز معين، ولكن الامور دي يا جماعه بيبقى فيها متغيرات، لا قدر الله في اصابه او اي امر ممكن يحصل في اي ماتش الرؤية بتختلف، وأنا شفت ده وعاصرت ده مع أكتر من مدرب في فترات سابقة، يجي يقول لك أنا عايز راس حربة وتيجي لا قدر ممكن تكون في إصابة في وسط الملعب أو في خط الدفاع فيقول لك لا
عدل ومحتاج تدعيم في مراكز تانية عشان بعض الإصابات اللي ممكن تحصل على مدار الموسم، فلسه بدري قوي يا جماعة على موضوع التدعيمات من دلوقتي. آخر حاجة، وحساب كرة بلس على الفيسبوك اهتموا ونشروا تصريحات لنادر شوقي وكيل محمد محمود، واللي قال فيها بنسبة 200% محمد محمود سيرحل عن الأهلي في يناير. طيب بدون الدخول في التفاصيل، هي الفكرة إن محمد محمود كان طالع إعارة المفروض في الفترة السابقة، والأمور ما تمتش في التوقيت الأخير قبل غلق باب الانتقالات، فعنده فرصة في يناير. اللي شايفه الأهلي في مصلحة محمد محمود ده اللي هيتم في يناير بإذن الله، وغالبا بنسبة كبيرة، يعني مش هيبقى بيع طبعا. محمد محمود ده لاعب واعد بالنسبة للنادي الأهلي، وهيكون فيه إعارة أكيد طبقا للرؤية الفنية اللي شايفها الأهلي واللي في مصلحة اللاعب خلال الفترة اللي جاية. لكن فكرة إن محمد محمود طلب فسخ عقده، الموضوع ده يعني عاري تماما من الصحة. أنا عارف شخصية محمد كويس جدا، وعارف تفكيره، وعارف البيت والأسرة عند محمد بتفكر إزاي. الناس دي بتعشق الأهلي جدا، بتعشق الأهلي وبتحب الأهلي جدا جدا جدا. فممكن يطلع إعارة، وبعد الإعارة إن شاء الله يرجع ويكون بمستوى أعلى في الفترة اللي جاية. أخرج إلى فاصل ونرجع مع بعض ونكمل باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره الترند المحلي مهمه جدا، لان هنتكلم على استعدادات منتخبنا لوديه بلجيكا خلال الفتره اللي جايه. نبدا مع بعض الترند المحلي، واول حاجه الحساب الرسمي لاتحاد الكوره واللي بيتكلم فيها على ياسر ابراهيم. تعذر انضمام ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي لمعسكر منتخب مصر صباح اليوم، وذلك بعد شعور اللاعب بحاله من الاجهاد. تواصل منتخب مصر مع مسؤوله الاهلي، وتم الاتفاق على استبعاد ياسر ابراهيم. واعلن المنتخب ان هو استدعى يعني لاعب نادي الاتحاد خالد صبحي خلال الساعات الاخيره. كلنا عارفين محمود متولي جات له اصابه في العضله الخلفيه، وده بيطرح سؤال مهم جدا. فرق البرامج التدريبيه ما بين الانديه والمنتخبات، اعتقد لازم يكون في تنسيق مهم جدا من المنتخب، لان ما ينفعش اللاعب يكون جاي من تدريب وحمل عالي جدا ويخش على المنتخب ويبقى الحمل عالي فيتعرض لاصابه. ياسر ابراهيم كمان ما كانش ينفع ينضم، فبالتالي في استبعاد لياسر ابراهيم مع محمود متولي. ونتمنى كمان السلامه لمحمد عبد المنعم، ثلاث لعيبه مهمين جدا في صفوف النادي الاهلي. طب نروح كمان لحساب بطولات، وفيتوريا بيوجه رساله للاعبي منتخب مصر المستبعدين من معسكر نوفمبر. يمكن طلب فيتوريا من ايمن عبد العزيز توصيل رساله لهؤلاء اللاعبين بانهم في حساباته، وقد يستعين باي منهم في المعسكر الجاري إن كانت هناك ضرورة لذلك. يعني الراجل عايز يقول لهم الباب مش مقفول، في أي لحظة ممكن تنضم إن شاء الله للمنتخب خلال الفترة اللي جاية، ومش معنى اللي أنا استبعدتك من معسكر نوفمبر اللي أنت كده بره حساباتي خالص، لا بالعكس، ممكن تكون معايا الفترة اللي جاية، لسه في أكتر من أجندة خلال الفترة اللي جاية. طب مزيدا من التفاصيل، والنهاردة كان في تدريب مفتوح ومؤتمر صحفي في استاد القاهرة الدولي لمنتخبنا الوطني. نروح لزميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي اللي حضر النهاردة التدريب والمؤتمر الصحفي، نعرف منه أبرز ملامح تدريب منتخبنا الوطني. مساء الفل يا توفيق. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي لكم ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. قول لي بقى الأخبار والتصريحات الخاصة بروي فيتوريا وأبرز النقاط اللي اتكلم عليها في المؤتمر الصحفي. يمكن ما فيش جديد يا محمد، يعني الكلام اللي انت ذكرته في المقدمه، الراجل كلامه كله كان واضح من اول كمان المؤتمر الصحفي اللي كان يوم اعلان القائمه. طبعا هو في 24 لاعب معاه في المعسكر، يمكن خرج طبعا محمود متولي بالامس للاسف يعني الليل الاصابه بشد في العضله الخلفيه. طبعا كان في النهارده محاولات لضم ياسر ابراهيم، ولكن طبعا تعذر انضمام المنتخب طبعا نظرا لحاله الاجهاد اللي بيعاني منها ياسر، ولكن طبعا تم توجيه الدعوه لخالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري، ولكن لم ينضم للمعسكر بعد، او على الاقل مش موجود في التدريب اللي بيجري حالا دلوقتي. يمكن التدريب كان مقرر للخامسه تماما، ولكن يمكن التدريب ابتدى في الخامسه والثلث. يمكن تم التصريح لوسائل الاعلام بالوجود لاول 10 دقائق فقط من التمرين، وبعد كده يمكن تم خروج كل وسائل الاعلام. يمكن التدريبات في بدايتها طبعا الجزء اللي حضرناه محمد كان تدريبات بدنيه، يمكن بالامس كمان التدريب كان الاول في معسكر نوفمبر كان تدريب بدني، وبعد كده كمان كان في بعض التدريبات الخططيه، ومن بعدها تقسيمه طبعا كان بيديرها روي فيتوريا بنفسه. التدريب النهارده لم يختلف برضه، ان شاء الله دي هتبقى المرحله الاولى زي ما انت عارف يا محمد، هتبقى من يوم 7 ليوم 11، وبعد كده يوم 12 هيكون اجازه، ومن بعد كده هتعلن القائمه النهائيه اللي هتتم سفرها للكويت نظرا يعني
استعدادا لمباراه بلجيكا باذن الله يوم 18 من نوفمبر الجاري. يمكن يعني تدريب فيه اكثر من وجه جديد موجود في المنتخب، نتمنى لهم جميع التوفيق وان شاء الله يكون معسكر ناجح وتجربه زي ما انت قلت يا محمد، احنا في فتره تجربه وان هو يشوف اكثر من لاعب خاصه قبل المنافسات الرسميه باذن الله قريبا. عايز اطمنك كمان على حاله لاعبينا، لاعبي النادي الاهلي الدوليين الموجودين في تدريب المنتخب جميعهم طبعا باستثناء محمود متولي اللي خرج من المعسكر بالامس موجودين النهارده، حتى كمان محمد مجدي قفشه اللي بنبارك له يعني نروزك بمولود صباح اليوم موجود في التدريبات وبيشارك بشكل اكثر من جيد، حمدي فتحي، اكرم توفيق، محمد شريف، وكمان طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر، كلهم في حاله فنيه ومعنويه اكثر من رائعه. كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله وباذن الله يكون معسكر ناجح تحسبا باذن الله للفتره المقبله، ويعني زي ما بنقول المعسكرات الرسميه او المباريات الرسميه. وطبعا يا محمد يمكن غيابنا عن كاس العالم يعني طبعا معصر على الناس كلها، يمكن كل المتابعين سواء وسائل الاعلام او حتى بعض الجمهور القليل، طبعا حاله يعني من الحزن الشديد ان احنا مش موجودين في العرس العالمي كاس العالم اللي هينطلق بعد ايام. كلمه ليك يا محمد اتفضل. طيب في سؤال اخير، هل في المؤتمر الصحفي حد سال رئيف فيتوريا على اصابه محمود متولي الموضوع البرنامج البدني؟ لان انت قلت لي نقطه مهمه جدا في النهارده، امبارح التمرين كان كله بدني بنسبه كبيره. طيب الجزئيه الثانيه كمان، هل الناس سالته على موضوع ياسر ابراهيم؟ لان انا شايف بعض الزملاء الصحفيين على السوشيال ميديا يعني بيسالوا او بيطرحوا السؤال ده بالتاكيد على روي فيتوريا، فالكواليس والتفاصيل عندك بالتاكيد من خلال المؤتمر الصحفي. يعني بالطبع يا محمد يعني الامر واضح جدا بالنسبه لاصابه محمود متولي، يمكن تم عمل اشاعه بالامس، وكان طبعا الاشاعه بينت انه في شد في العضله الخلفيه. طبعا كل التقارير هتتبعت من طبيب المنتخب كمان للدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي من النادي الاهلي، وبعد كده محمود متولي هيكمل مرحلته العلاجيه او التاهيليه مع الجهاز الطبي الخاص بالنادي الاهلي باذن الله خلال الفتره القادمه، خاصه النادي الاهلي زي ما انت عارف في فتره راحه سلبيه حتى يوم 13. اما بالنسبه لياسر ابراهيم فطبعا تم ارسال مخبر رسميه من الجهاز الفني لمنتخب مصر، الجهاز الفني في منتخب للنادي الاهلي، طبعا تم الرد بعد طبعا الكشف على ياسر ابراهيم من الدكتور احمد ابو عبله، ويمكن تمت مخبه رسميه ان ياسر ابراهيم بيعاني من بعض الاجهاد فمش هيقدر يكون موجود في المعسكر. فكلها يا محمد زي ما بنقول طبعا يعني معاملات بين المؤسسات سواء النادي الاهلي او الاتحاد المصري لكره القدم متمثلا في الجهاز الفني للنادي الاهلي، فالموضوع لا يدع مجال للشك او الحديث او القيل والقال. النادي الاهلي رد بشكل رسمي ان ياسر ابراهيم بيعاني من اجهاد ومش هيقدر يكون موجود في المعسكر. طبعا في الاول وفي الاخر يا محمد ده معسكر اعدادي، نتمنى سلامة في الأول وفي الآخر للاعبينا بإذن الله ويكون موجودين الفترة الجاية إن شاء الله. زميلنا محمد توفيق مفد قناة الأهلي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات بخصوص تدريب منتخبنا الوطني. طيب الجزء الأخير من البرنامج مهم جدا، نروح للمشاركات على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، وسؤال كان مهم جدا لأنه متعلق بمباراة القمة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا. كم مرة فاز الأهلي على الزمالك عشان الناس تعرف التاريخ وتفتكر التاريخ؟ نروح لأستاذ عبد الرحمن بيقول ست مرات فوز افضل مباراه كانت نهائي القرن والقاضيه ممكن. طيب نروح كمان لراي تاني، استاذ محمد الاهلاوي بيقول الاهلي فاز ست مرات وافضل مباراه هي 4-2 للاهلي في الجونه، فاكرينها طبعا موسم 2013 دوري ابطال افريقيا، والسنه دي اخذنا البطوله الحمد لله. يا استاذ محمد كل مره الزمالك معانا الحمد لله بنفوز بالبطوله. استاذ عبد الرحمن شاهين بيقول 6 فوز والاغلى القاضيه والافضل 4-2. يا سلام عليك. طيب نروح كمان للاستاذ حسام بيقول الاهلي فاز على الزمالك 6 مرات واحسن مباراه هي مباراه القاضيه ممكن، اهلاوي وافتخر. اخر راي معايا استاذ شريف بيقول الاهلي كسب الزمالك في دوري ابطال افريقيا 6 مرات وثلاث تعادلات، وافضل مباراه مباراه القاضيه ممكن في نهائي القرن اللي توج بيها الاهلي بالتسعه. بصوا يا جماعه التاريخ اعتقد واضح لكل الساده المشاهدين، يعني الاهلي في 2005 لعب مع الزمالك في مرحله الدور نصف النهائي، في 2008 دور المجموعات، 2012 دور المجموعات، 2013 في مرحلة دور المجموعات، و2020 المباراة النهائية الشهيرة. في 9 مباريات الأهلي كسب 6 وتعادل 3 ولم يخسر من الزمالك. وفي ال5 مناسبات الأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا، 2005، 2008، 2012، 2013 والنهائي الشهير 2020 اللي كان بيقولوا البعض إن دي مباراة على التاريخ. والأهلي نجح في إثبات أن التاريخ دايماً بيكتب ويقول الأهلي هو صانع البطولات. بإذن الله إن شاء الله الأربع اللي جاي قرعة دوري أبطال إفريقيا، ونتمنى إن شاء الله تكون قرعة جيدة للنادي الأهلي فيها بعض الثقة وفيها بعض التفاؤل، نتمنى إن شاء الله تكون موفقة بالنسبة للنادي الأهلي. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي غداً في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكراً وإلى اللقاء.